بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رصد أخباركم متواصل في يوم التروية بجملة من أخبار الحج وعدد من الأخبار المتنوعة الأخرى. حياكم الله وحيا الله عبد الحكيم. حياك الله محمد. إذن سريعا ننتقل وإياكم إلى العناوين. خادم الحرمين الشريفين يوجه باستضافة المعمرة الإندونيسية وتقديم الرعاية اللازمة لها. أيضا الإطاحة بمشعلي الحريق بمزارع النخيل بدومة الجندل. 900 عضو ومترجم يعملون في مكة المكرمة والمدينة المنورة لضمان أفضل أسلوب لتقديم الخدمات التوعوية. قوافل حجاج الشام قصة ترويها تلك الصور. ووزارة الصحة تدعو الحجاج إلى تجنب التعرض المباشر للشمس وقت الظهيرة. حياكم الله مجددا مشاهدينا. كانت هذه العناوين. ننتقل إلى التفاصيل. في خبر عاجل ونقلا من حساب إمارة منطقة مكة المكرمة، فقد وجه المقام السامي الكريم بإقامة أو بتكليف معالي الشيخ سعد الشثري بإمامة المصلين وخطبة عرفة يوم غد بإذن الله. صحيح عبد الحكيم. أول الأخبار معنا الليلة مشاهدينا، حيث وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله باستضافة المعمرة الإندونيسية السيدة مريم مرغاني محمد والبالغة من العمر 104 أعوام مع مرافقيها ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام. وقد جاءت أوامر خادم الحرمين الشريفين تقديرا لحالتها الصحية التي تتطلب العناية الفائقة والاهتمام اللازم. وقد توجهت الحاجة مريم محمد بالشكر والثناء لمقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على هذه الاستضافة وعلى ما حظيت به من عناية ورعاية وتقديم كافة التسهيلات والخدمات المميزة لها. وأكدت المعمرة الإندونيسية أن هذا الاهتمام والرعاية يعد تجسيدا لمدى الاهتمام الذي توليه المملكة لضيوف الرحمن وما توفره من خدمات متميزة للحجاج والمعتمرين. إذن عبد الحكيم، من هذه الضيافة الكريمة إلى الخبر التالي. ألقت شرطة محافظة دومة الجندل القبض على 3 أشخاص تورطوا في إشعال حريق بمزارع النخيل. وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس أنه وبعد تجميع المعلومات والقيام بالتحريات المكثفة بمعرفة شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة دومة الجندل، تم توجيه الاتهام إلى 3 مواطنين. المتهمون عبارة عن شخصين بالعقد الثاني من عمرهما والثالث حدث يبلغ من العمر 15 عاما، وتورطوا في إشعال الحرائق في مزارع النخيل بالمحافظة بشكل متكرر وأحيلوا إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص. مستمرين معكم متابعينا في الرصد المستمر لأخبار المشاعر. نتابع. أكد رئيس لجنة العمليات بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ موسى الموسى أن اللجنة تعمل على 3 فترات خلال اليوم، ويتناوب على عملها موظفون يشرفون على العاملين في المشاعر والمراكز التوجيهية ونقاط التوزيع، حيث يتركز عمل اللجنة على توجيه العمل الميداني عبر النقل الحي المباشر
والاتصال اللاسلكي وتقييم العمل والتنسيق بين الفرق العاملة في هذه الأماكن. وقد وزعت الرئاسة كاميرات على المراكز التوجيهية تسهل متابعة لجنة العمليات للعمل في هذه الأماكن التي تشهد كثافة عالية في هذه الأيام. وتشرف لجنة العمليات على عمل 900 عضو ومترجم يعملون في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك لضمان تقديم الخدمات التوعوية لضيوف الرحمن بأفضل أسلوب. ولمزيد من المعلومات حول مجهودات رجال الهيئة في المشاعر المقدسة ينضم إلينا هاتفياً مدير عام الإدارة العامة للعمليات رئيس لجنة العمليات الشيخ موسى الموسى. حياك الله شيخ موسى. حياك الله يا خالد والمشاهدين والمشاهدات. بداية شيخ موسى، لو تحدثنا عن المجهودات التي يبذلها رجال الهيئة لخدمة الحجاج في المشاعر المقدسة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. رسالة الهيئة ولله الحمد رسالة مباركة في خدمة ضيوف الرحمن، نتابعها من غرفة العمليات والتي تعني بها لجنة العمليات في دارة المرقية بالحج على مدار الساعة في متابعة مستمرة عن طريق النقل الحي المباشر والاتصال اللاسلكي مع المراكز التوجيهية في جميع فتراتها الصباحية والمسائية. ممتاز. في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة الحجاج في القصيم عبر 42 مركز توجيهي ونقطة توزيع، حيث تعمل تلك المراكز ونقاط التوزيع بكامل طاقتها. إدارة العمليات تدار عبر قياديين نخبة من الآمرين والمناوبين الذين يتولون التوجيه المباشر في الحالات الميدانية بالمتابعة اللحظية في المراكز التوجيهية وتنسيق أي حالة وتقييمها عبر النقل الحي والتعاون التام مع الأجهزة الحكومية. ممتاز الشيخ موسى. شيخ موسى تمام شيخ موسى، ليه تعطينا تواجد أعضاء الهيئة أين سيكون داخل المشاعر المقدسة في عرفات غدا وكذلك في منى في الأيام القادمة؟ هم الآن في هذا اليوم يوم التروية في عدة نقاط في 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 منى، وغدا بإذن الله يكون دورهم في عرفة في يوم الوقفة بإذن الله تعالى. إذن شيخ موسى الموسى شكرا جزيلا على تلك الإيضاحات وكل التوفيق بإذن الله تعالى لرجال الهيئة وجميع العاملين لخدمة ضيوف الرحمن. مشاهدينا إلى الخبر التالي. حرصت الدولة السعودية منذ تأسيسها حتى الوقت الحاضر على الاهتمام بطرق الحج ومنها الطريق الشامي، فرممت المساجد القديمة وحفرت الآبار وأصلحت البركة القديمة ومدت الطرق للتيسير على الحجاج، وأيضا بنت الاستراحات والمنازل لخدمة حجاج بيت الله الحرام. الحجاج القادمون من بلاد الشام والحجاج القادمون من بلاد الأناضول وخراسان والسند وباكستان وغيرها من بلاد الإسلام، كانت مدينة دمشق هي محطة التجمع الرئيسة لهم، فسميت محمل الحج الشامي. وسيلة النقل الرئيسة كانت في ذلك الوقت هي الإبل، واستمرت حتى اختراع القاطرات والسيارات، وكانت تستمر أشهرا عدة ذهابا وإيابا سالكة الطرق التي تتوافر فيها عيون المياه والأكثر أمانا حيث البلدات والقرى العامرة مثل تبوك والعلا. وعلى مر العصور والأزمان أولى الخلفاء المسلمون اهتماما كبيرا بطرق الحج، بتمهيد الطرق تارة وإنارتها تارة أخرى وحراستها في كثير من الأحيان. إذن من هذا الخبر عبد الحكيم إلى خبر آخر مع وزارة الصحة. نبهت وزارة الصحة إلى ضرورة الابتعاد عن أشعة الشمس وتجنب التعرض المباشر لها خلال وقت الظهيرة، كما وجهت بضرورة متابعة النقاط الصحية المنتشرة في كافة أرجاء المشاعر المقدسة في حالة ما إذا شعر الحاج بالإرهاق لاتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة. أخباركم يهتم بتسليط الضوء على هذا الخبر بشكل أكبر، حيث ينضم إلينا هاتفياً
المتحدث باسم وزارة الصحة الأستاذ مشعل أربيعان، وسينضم بإذن الله تعالى لنا خلال ثنايا هذه الحلقة ليوضح لنا المجهودات التي يقوم صحيح. أو تقوم بها وزارة الصحة لخدمة ضيوف الرحمن. محمد، طالعتنا الكثير من التقارير التي تتحدث عن خدمات صحية تقوم بها وزارة الصحة بكافة أطيافها. إذن الآن معنا الأستاذ مشعل أربيعان، وهو المتحدث الرسمي لوزارة الصحة. حياك الله أستاذ مشعل. أهلا وسهلا، حياكم الله. شكرا لتجاوبك مع أخباركم الدائم. بداية، لو تضعنا والمشاهدين الكرام في الصورة عن المجهودات التي تبذلها وزارة الصحة لخدمة حجاج بيت الله الحرام. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية وأشكر لكم هذه الفرصة. وزارة الصحة طبعا هي 25 مستشفى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، وبالإضافة إلى 155 مركز صحي وسيارات إسعاف، منها غرف عناية مركزة وأيضا سيارات إسعاف من الحجم الكبير، إضافة إلى مستشفى الميداني وهو الجديد هذا العام، المستشفى الميداني 8 أسرة، 6 أسرة طوارئ وسريرين للعناية المركزة. أيضا ما من الأمور اللي تفخر بها وزارة الصحة لتقديم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام أن يتم تصعيد الحجاج المرضى المنومين في المستشفيات، وهذا ما تم يوم أمس، تصعيد 21 حاج من المرضى في منطقة المدينة المنورة. اليوم تم تصعيد أيضا مجموعة من الحجاج من العاصمة المقدسة، وفي الغد سيتم تصعيد الحجاج من مستشفيات المشاعر. كل هذه الأمور تتم بمرافقة أطباء وممرضين ليستطيع الحجاج إتمام النسك، وبعد العودة من عرفات بإمكانهم أيضا التوكيل للرمي، وبهذا يكون الحاج حتى وهو على سرير المرض لم يفقد فرصة الحج. أستاذ مشعل، هل سجلت وزارة الصحة أي حالة وبائية لا قدر الله بين الحجاج في الفترة هذه؟ الصحة العامة للحجاج جيدة، لا يوجد أي أمراض وبائية أو مهجرية، لا يوجد أي أمراض معدية تم تسجيلها، الأمور في المشاعر المقدسة على ما يرام، جميع الحالات التي تم زارة أقسام الطوارئ والمستشفيات تم التعامل معها في حينها، حتى الحجاج المنومين والذي أجريت لهم العمليات سواء العمليات الكبرى أو عمليات الصورة جميعهم يتم التعامل الآن بصحة جيدة، وهذا يعني يدل على الخدمات المتقدمة التي وفرتها حكومة سيد خادم الحرمين الشريفين لحجاج بيت الله الحرام من خلال تقديم أفضل الخدمات الصحية والأدوية والمستشفيات المجهزة بأحدث التقنيات. جميل أستاذ مشعل أربيعان، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، وكل التوفيق لكم في الصحة وفي جميع القطاعات لتقديم أعلى الخدمات لضيوف الرحمن. مشاهدينا، إلى الخبر التالي. توافدت أعداد كبيرة من الزوار من داخل المملكة وخارجها على المدينة المنورة لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 2438 من الهجرة، للاستمتاع بالأجواء الروحانية والإيمانية في رحاب المسجد النبوي وزيارة المآثر والمواقع التاريخية المشهورة في المدينة المنورة. حيث كثفت أمانة منطقة المدينة المنورة جهودها هذه الأيام من خلال عمل المراقبين والفرق الميدانية لمراقبة مناطق تجمع المواطنين والزوار في الأسواق والساحات، للتأكد من سلامة الشروط الصحية في المطاعم وأماكن بيع المواد الغذائية وتأمين الحاويات لجمع المخلفات. كما كثف فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمدينة المنورة من جولاته الرقابية للأسعار وكشف الغش التجاري والتأكد التام من الالتزام بالأسعار المحددة وأيضا صلاحية الانتهاء. عبد الحكيم، مستمرين وإياكم في الرصد في المشاعر المقدسة ومع جهود البلديات نتابع. رغم أن أعدادهم تناقصت بشكل كبير عن الأعوام السابقة، إلا أن عدسات المصورين رصدت عدد من الحجاج الذين افترشوا الأرض بكثافة في ممرات وشوارع مشعر منى. فيما تقوم الجهات الأمنية بجهود كبيرة لإخراج المفترشين من الطرقات عبر اتباع الإجراءات الأمنية مع من يثبت دخوله بطريقة غير نظامية. فالحجاج النظاميون لديهم حملات ومخيمات خاصة ويحملون تصاريح حج، ولكن لا يخلو الأمر في كل عام من الحجاج المفترشين من غير النظاميين.
ويشكل الحجاج غير النظاميين بفعلهم هذا عبئا إضافيا على رجال الأمن، وقد يعيق أداء عملهم بالشكل المطلوب خصوصا في الحركة المرورية لو كانت هناك حالات طوارئ لا سمح الله أو إسعاف تتطلب التدخل السريع، كما يتسببون في مضايقة الحجاج النظاميين ويمثلون كذلك عبئا إضافيا في أعمال النظافة. متواصلين مع أخبار الحج عبد الحكيم وبلدية العمرة الفرعية في الخبر التالي. إذن نفذت بلدية العمرة الفرعية حملة على أحد المطاعم في التخصص يعمل تحت غطاء مطعم ويقوم بتقديم الشيش للنساء والفتيات القصار، حيث أفادت المصادر بأن الموقع تكررت منه المخالفة عدة مرات وتم إنذاره إلا أنه استمر في مخالفاته، فتمت مداهمة الموقع عن طريق رئيس قسم المواد الغذائية محمد برناوي والمراقبين سامي الحجاجي وعبد الله الزهراني وأيضا فواز السلمي. وصادر مراقب البلدية عدد 28 معسل وضبط 3 عمال من دون شهادات صحية وإشعار المسؤول عن المطعم بمراجعة البلدية لاتخاذ الإجراءات في مثل هذه المخالفات. تواصلين أيضا في تغطية أخبار المشاعر في الخبر التالي. لقي رجل أمن من منسوبي أمن المنشآت عصر اليوم مصرعهما بعد تعرضهما لصعق كهربائي بأحد المخيمات بمشعر عرفات، حيث أمسك أحد رجال الأمن بعد استخدامه إحدى دورات المياه بإحدى اللوحات الحديدية فصعق كهربائيا، وعند محاولة أحد زملائه إنقاذه تعرض هو الآخر للصعق ما تسبب في وفاتهما على الفور. وبينت مصادر أن رجلي الأمن يعملان بالمنطقة الشرقية ومكلفان بمساندة أعمال المرور بمشعر عرفة، وقد باشرت حينها الجهات الأمنية والإسعافية الحادثة وما زالت التحقيقات جارية حول الحادثة. إذن عبد الحكيم نسأل الله عز وجل لهم الرحمة والمغفرة وعزاؤنا لذويهم. مشاهدينا إلى الخبر التالي. إلى بلدية أجياد الفرعية، حيث ضبطت بالتعاون مع لجنة مكافحة الظواهر السلبية بإمارة منطقة مكة المكرمة أكثر من 1200 بائع متجول، كما صادرت 6000 قطعة من الملابس والعربات والجوالين البلاستيك والخرداوات. وقد أوضح رئيس بلدية مدينة أجياد الفرعية المهندس عبد الله بن خميس الزايدي أن البلدية قسمت المنطقة إلى مربعات لتوزيع الكوادر البشرية وفق احتياج المنطقة التي تضم جزءا كبيرا من المنطقة المركزية لمعالجة جميع الملاحظات والبلاغات ومكافحة جميع الظواهر السلبية. وأضاف أن الفرق الميدانية تتابع كل المواقع التي تزدحم بالحجاج والتي يتواجد فيها هؤلاء الباعة المخالفون ويعرضون بضائعهم بطرق عشوائية وغير نظامية وفي أوقات الذروة وأثناء أداء الفرائض، حيث يفترشون الطرقات ويشكلون إعاقة لحركة المشاة. عبد الحكيم، من هذه الأخبار المرصودة إلى حديث الصورة. الصورة الأولى معنا مشاهدين تظهر الآن على الشاشة، وهي صورة جوية تظهر مدى جاهزية قوات الأمن الخاصة لاستقبال الحجاج. طبعا عبد الحكيم، رصدنا خلال الأيام الماضية استعراض قوات أمن الحج برعاية نائب خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وأيضا سمو وزير الداخلية. قوات الأمن حضور لافت قوي لجميع القطاعات الأمنية، تمت تغطيتها من وسائل إعلام عالمية توضح جاهزية المملكة التامة لضمان أمن وسلامة وطمأنينة حجاج بيت الله الحرام. طبعا محمد، احنا اللي نشوفه في الشاشة هو تدريب، وهو في الحقيقة هو تدريب للميدان. هذه صورة في مقر التدريب وصور أخرى نراها في الميدان وفي مقرات مختلفة للخدمة ولضبط الأمن داخل المشاعر المقدسة. صورة أخرى معنا لخدمة الحجاج، وعنونا لها الإخوة معنا في البرنامج خدمة الحجاج شرف حري على كل مسلم أن يقدره. أحد الكشافة يقوم بعمل مزدوج، يقوم بعمله ودوره وكذلك يقدم خدمة بتوزيع المناديل الكلينكس للحجاج، وهو طبعا يتواجد في سطح المطاف.
كما نشاهد في الصورة. طبعا الجميل عن أخبار الكشافة السعودية كنت أقرأ عنها الأيام الماضية عبد الحكيم هي من أفضل أو تكاد تكون الأفضل في العالم في إدارة الحشود، خصوصا متطوعين يعني يرجون من الله عز وجل الأجر والثواب في خدمة ضيوف الرحمن. يكفيهم أنهم يقومون بأدوار عظيمة داخل المشاعر المقدسة وهذا دور كبير. مشاهدينا دعونا ننتقل وإياكم إلى مشاركاتكم. إذن حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، نشاهد. راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، وحرمتم جفن المنام ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا عند المقام سمعت صوت منادي. وصلنا وإياكم متابعينا إلى أهم الأخبار على مدى 24 ساعة في 90 ثانية، دعونا نتابع مع بعض. إغلاق المطعم المشتبه في تسببه بتسمم غذائي لثلاثة أشخاص بمحافظة مهد الذهب، وإحالة العاملين فيه للمستشفى لفحصهم والتأكد من خلوهم من الجراثيم المسببة لذلك. موظف بشركة الخطوط السعودية يعيد $5,000 منسية على مغاسل الوضوء بمطار جدة إلى صاحبها. جمرك مطار المؤسس يحبط تهريب أكثر من كيلو كوكايين. نوبة صرع لراكب سعودي تجبر طائرة تركية على الهبوط بالقاهرة. المرور في تغريدة عبر الحساب الرسمي: نحرص على سلامة جميع الطرق المؤدية إلى الحرم المكي والمشاعر المقدسة. الصحة تدعو الحجاج إلى تجنب التعرض المباشر للشمس. عضو الجمعية العلمية السعودية للعقيدة والأديان إبراهيم حسن الزبيدي: النية تكفي لمن حج عن مسلم ونسي اسمه. إحصاءات الحج: أكثر من 278 ألف مصل و107 ألف طائف حول الكعبة كل ساعة، و40 دراسة وبحثا علمي لدعم التطوير. الجوازات: ضبط 64 حالة تزوير وثائق حج، منها 5 حالات عن طريق البر و59 حالة تزوير عن طريق الجو. حياكم الله مجددا مشاهدينا. في إطار تغطيتنا لأخبار الحج لا يفوتنا التذكير بدور الهيئة العامة للإحصاء عبد الحكيم. 450 باحث إحصائي يقومون بجمع بيانات الحجيج بمعدل 7 ثواني لكل مركبة تضم الحجيج عبد الحكيم، جهد رائع ويذكر فيشكر. طبعا غدا بإذن الله تعالى تمام 7 مساء من يوم عرفة يعلن الرقم النهائي لحجاج هذا العام. بإذن الله تعالى ظهيرة يوم العيد ستعلن الهيئة عن أكثر من 40 مخرج إحصائي لحج هذا العام، وستبنى عليه خطط الاستعدادات لحج الأعوام المقبلة بإذن الله عبد الحكيم. صحيح. جهد يذكر فيشكر ويعطيهم العافية. يعطيهم العافية. إذن متابعينا اليوم يتوقف رصد برنامج أخباركم، ليستمر الزملاء في برنامج لبيك برصد مستمر لأخبار المشاعر، وحتى نلقاكم إن شاء الله بعد عيد الأضحى المبارك تصبحون على خير. تحية لجميع الزملاء الذين كانوا معنا في برنامج أخباركم، من المخرجين الذين تناوبوا على البرنامج ومصورين وكذلك عاملين على هذا البرنامج. نلقاكم على خير حتى ذلك الحين، إلى اللقاء.